هو الأسبوع استبعدت لوكاكو، تدرون ليش؟ لأن لوكاكو ما فيه تربل، ما فيه بول كنترول 67، التربل 70 ما عجبني. شوف باتستوتا يعني انهضم، لوكاكو ما انهضم عندي. بيدري أسطوري دفاعيا كارثي، كوليبالي للحين ما لفلته، فاران من أفضل المدافعين في القلب اللي لعبت فيهم، فان دايك ممتاز ولكن ما لفلته، بيكي عاها، هذا أسطوري، ولكن لا تحطه السي بي في الوسط، حطه على الجناح الرايت باك حول السي بي أو الليفت باك حول السي بي. وان بيساكا يحتاج تلبين، والله هو ممتاز. أنتونيو حاله من حال لوكاكو، نفس لوكاكو أحط، ما في تربل، سرعة على الفاضي، ما جربت. كان زمان تروري لاعب سريع ويخترق الخصم ويجلطك بالتضييعات، ما جربته، ولكن كل أسبوع فورمي وما يركب مع تكتيكي. كان يا مكان من اللاعبين اللي كنت أعتمد عليهم فنان، ولكن نفس لوكاكو ثقيل بالكرة. كان يا مكان في قديم الزمان لاعب أسطوري، الحين ما أعتمده، لو طورته راح يكون من أحسن الوسط في اللعبة بوكس تو بوكس، حكم عمره والمواصفات الموجودة فيه، لاعب طويل القامة يتلبل إلى ما أدري ليفل كام، ولكن ينصح به، مدافع فذ لو إنك اشتغلت عليه صح. هذا نفس الشيء، مهاجم حلو ولكن للي ما يبي يخسر كوينز يعني.